الحق لأحمد يرخان البريلوي، وانظر كتاب شرح المواهب للزرقاني حتى لا تقول أن نفتري على هؤلاء. هذا أحمد الرفاعي في كتاب قلادة الجواهر يقول: إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق فيطلعه على غيبه، حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره. بعض الفرق ادعت أن بعض الأولياء يعلمون الغيب، وكل هذا غير صحيح بالمرة. إخوتي في الله، لا يعلم الغيب إلا الله وحده. قال عز وجل: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قال عز وجل في الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال عز وجل في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل إن الله عز وجل نفى علم الغيب حتى عن الملائكة، حتى الملائكة لا تعرف الغيب. قالوا لربنا، وهذا في القرآن، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرسل الأنبياء لا يعرفون الغيب. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله قد يطلع بعض الأنبياء على بعض الأمور الغيبية كمعجزة لهم تثبت أنهم رسل وتثبت أنهم أنبياء. والجن لا يعرفون الغيب، وقصتهم مع سليمان أشهر من أن تذكر، وهي في القرآن. مات سليمان عليه السلام على كرسيه وهو متكئ على منسأته، مات وقد سخر الله له الجن، هذا بناء وهذا غواص. الجن يمرون فيجدون سليمان جالس على عرشه متكئ على عكازته، ظل على هذه الحال أيام، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني لو فتحنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوجدنا جسده كاملا ساخنا غضا طريا يتثنى، هو وسائر الأنبياء هكذا صلى الله عليه وسلم. الجن لا يعرفون الغيب. اسمع القرآن، قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر، السوس أكل في العكازة نخرها، فلما اثاقل عليها كسرت فوقع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى لا الملائكة تعرف الغيب، ولا الرسل، ولا الجن. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات كثر تنفي عنه أنه يعلم الغيب. في سورة الأعراف قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. اسمع: ولو كنت أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى النبي نفسه سيد ولد آدم رسول الله محمد لا يعرف الغيب، وهذا ثابت بالقرآن. قال ربنا عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي السنة عشرات الأحاديث تنفي عن الرسول أنه يطلع على الغيب، منها حديث جبريل المشهور الذي رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان، لما قال جبريل للنبي: متى الساعة؟ والساعة غيب. قال: ما المسؤول عنها بأعلم؟
من السائل، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف، لا يطلع على الغيب إلا الله عز وجل. كذا في فتح الباري ضاعت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابحثوا عنها. فقال أحد المنافقين: يزعم محمد أنه نبي يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته. قال النبي: إن رجلا يقول كذا وكذا، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني ربي عليها، هي في شعب كذا، قد حبستها شجرة، فاذهبوا. فذهبوا فجاءوا بها. كذلك في كتاب الجنائز حديث كثيرة جدا، لما دعي النبي للصلاة، والحديث صحيح البخاري، على طفل من أطفال الأنصار، قالت عائشة: عصفور من عصافير الجنة لم يقترف إثما ولم يبلغ. قال النبي: يا عائشة لا تقولي هذا، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي غدا، ولا أدري ما يفعل بي غدا. والخلاصة، قال الشيخ محمد صديق خان في كتاب الدين الخالص: من اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فأل أو راهب أنه يطلع على الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من أبطل الباطلات ومن أكذب المكذوبات. بوصية النبي: لا تأتوا الكهان. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الجن. وقال في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا. من هو العراف؟ الذي يدعي معرفة الغيب بمقدمات وأسباب يجعل لها نتائج. ومن هو المنجم؟ الذي يدعي معرفة الغيب بحساب النجوم، يستدل على حوادث أرضية بحركات النجوم في السماء. وكلهم كذبة، وكلهم دجاجلة، لا يعرف ما يقع لنا بعد الحيضة إلا ربنا جل جلاله وتباركت آياته وسبحانه وتعالى. ثم أحذر إخواني من الذهاب إلى هؤلاء. أن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن لو ذهبت أنا إلى عراف وسألته لأفضحه، سألته لأكشفه، هذا قد يكون من الواجبات أحيانا. وقد ذهب النبي إلى ابن صياد الكاهن وسأله عن أشياء ليفضحه وليكشفه. فالذي يذهب للسؤال وفقط دون أن يصدق، صلاة لا تقبل 40 يوم، فإن صدقه فقد كفر. فإن ذهب ليسأله ليقيم عليه الحجة ويفحمه أمام الخصوم، فهذا قد يكون من الواجبات. ثم علامات نتعرف بها على الصحراء والكهنة حتى نحذرهم، لأن الكل بيدعي أنه بيعالج بالقرآن النهاردة، والكل بيدعي أنه يعالج على السنة. علامات يفضحون بها من علامات الكهنة والدجاجلة والعرافين والصحراء: أولا، يسألون المريض عن اسمه واسم أمه. قال لك: اسمك إيه؟ اسم أمك إيه؟ هذا دجال من أعداء الله. ثانيا، يعطي المريض أشياء ليدفنها في الأرض، يتمتم بكلام غير مفهوم، يكتب حروف مقطعة بالزعفران في ورق أو مربعات ليحملها المصاب، يأخذ أثرا من آثار المريض، ظفر، ثياب، قطعة شعر.